السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادام انت وصلت معايا للفيديو ده فانت هتتعلم ازاي تقدر تكتب مقالة على مدونة بلوجر، والمقالة دي بتشترط فيه حاجة اسمها الـ SEO اللي هو Search Engine Optimization، وعلشان تخلي المقالات بتاعتك تظهر في محركات البحث بالتالي هيوصل لك زيارات، بالتالي تقدر تربح من جوجل ادسنز لو انت رابط جوجل ادسنز. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هعلمك ازاي تقدر تقرشف المقالة بحيث انك لما تيجي تكتب المقالة بتاعتك على طول ما تكملش 5 دقايق وتلاقيها ظهرت في محرك بحث جوجل. تعالوا بكده نبدأ ازاي نقدر نكتب مقالة متوافقة مع الـ SEO، ومش هطول عليك والموضوع ممتع جدا جدا، ومش هخلي الفيديو 20 دقيقة ولا نص ساعة، لكن الموضوع هيبقى بسيط جدا وهفهمك كل الاسرار في كذا خطوة كده علشان ما اطولش عليك ونقعد نتكلم كتير وفي الفاضي. تعالى من كده نروح عندنا على المشاركة، تروح عندك على كلمة مشاركة جديدة كده، اضغط عليها ضغطة كده وبيبدأ لي يظهر لك الصفحة البيضة دي. طبعا مثلا انا المقالة بتاعتي او المدونة بتاعتي بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي، فانا هكتب مقالة عن الذكاء الاصطناعي والترند اللي ماشي اليومين دول اللي هو تحويل الصورة بالذكاء الاصطناعي الى اسلوب جبلي. تمام، فدلوقتي اروح كده عندي على الكلمة دي اللي هو تحويل الصورة الى جبلي او استوديو جبلي. تمام، لكن خلي بالك من النقطة دي، انت هتكتب الكلمة المفتاحية وبعد كده بتروح عندك على حاجة هنا اسمها الادوات، اضغط عليها ضغطة بس كده، هتلاقي في هنا حوالي 204 بحث كل كام ثانية، خلي بالك من الحتة دي. فانت تشتغل مثلا على الكلمة المفتاحية دي. تمام، طيب دلوقتي ايه الفكرة ان انا اعمل حركة زي دي كده؟ يعني مثلا لو جينا ننزل تحت كده شوية، هنقول مثلا تحويل الصورة الى جبلي مجانا، هناخد مثلا العنوان ده، وبعد كده بروح عند الادوات هتلاقي هنا 116 الف بحث، فاكيد اللي قبله كان اعلى اللي هو ده. تمام، تحويل الصورة الى استوديو جابلي زي ما انت شايف قدامك كده 204. فانت هتاخد مثلا الكلمة دي بتقول لها هنا كابي، وبعد كده بتروح عندك على المدونة بتاعتك وتروح عندك على العنوان تحويل الصورة الى استوديو جابلي، ممكن نقول باستخدام شات جي بي تي مجانا. تمام، وكده احنا كتبنا العنوان بتاعنا. العنوان ما تطولش فيه قوي، لكن تكتب بعض الكلمات المفتاحية زي استوديو جابلي وكمان تحويل الصورة وكمان هنا باستخدام شات جي بي تي. يبقى احنا كتبنا كده 3 كلمات مفتاحية واسمها الكلمة المفتاحية، يعني اي حد يقدر يكتب كلمة تحويل الصورة الى استوديو جابلي او جابلي بس، او حتى كمان تحويل الصورة باستخدام شات جي بي تي، فخلي بالك المدونة بتاعتك او المقالة بتاعتك هتظهر في محركات البحث الاولى او الصفحات الاولى زي ما انت شايفها كده هنا في كذا صفحة أولى، دي تقدر أنت تنافسها عادي جدا. طيب كذلك برضو أنت لو جيت تكتب مقالة مش شرط في الذكاء الاصطناعي، بس هتكتب مقالة برضو في مجال مثلا الطبخ، في مجال البرمجة، في مجال الطب، مجال التعليم، أي مجال يعجبك. طيب دلوقتي احنا كتبنا هنا العنوان، تعال بقى نخش على أصل المقالة. أصل المقالة أنت ممكن تاخد كلمات مفتاحية من تحت هنا بتكتب عليها المواضيع بتاعتك. طيب ازاي كل الكلام ده؟ هتروح عندك مثلا بفتح مفكرة زي اللي قدامي دي كده، قلت هنا ما هو اسلوب استوديو جابلي، وبعد كده قعدت بقى اقول بقى ان استوديو جابلي بتقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، وان جابلي استوديو كارتون، خلي بالك برضو جبت الكلمة المفتاحية باللغة الانجليزية، شركة يابانية، وافضل اشرح مثلا حاجة زي كده. طيب تحويل الصورة الى استوديو جابلي، خلي بالك انا خدت برضو الكلمة المفتاحية من هنا اللي هي تحويل الصورة الى استوديو جابلي اللي هي دي، كتبتها هنا اول حاجة، خلي بالك من النقطة دي. وبرضه لما تيجي تنزل تكتب الخطوات بتاعتك بتنزل هنا بيقول لك هنا تحويل الصورة بالذكاء الاصطناعي مجانا. فأنت لما تيجي تنسخ مثلا تحويل الصورة بالذكاء الاصطناعي وتيجي تبحث عليها هنا هتلاقيها كتبت هنا وهنا، يعني أنا خدت الكلمة المفتاحية دي وحطيتها هنا وكتبت عنها موضوع. الموضوع ده بقى اسمه عنوان رئيسي، يعني تحويل الصورة بالذكاء الاصطناعي مجانا باستخدام شات جي بي تي ده اسمه الرئيسي. ففي حاجة اسمها الفرع بقى، انك بتطلع عناوين مشتقة من عنوان الرئيسي، خلي بالك لان دي من شروط الـ SEO. طب ازاي كل الكلام ده؟ يعني مثلا تجهيز صورتك، استخدام بريموت من مثلا بريموت هنا عندك هنا من شات جي بي تي، او استخدام الافكار الابداعية، الاستخدامات والافكار الابداعية. طيب انا هاخد الكلام ده كله وبروح عندي على الوورد، خلي بالك الوورد هنا بتقوم تضيف الكلام ده كده طبعا ومعدل كل الكلام ده وتقول له انا بلا تباعد. طيب اظن الموضوع بسيط جدا، يعني مفيش في اي تعقيد خالص. هنا بقى التركية علشان تبدا ترفع المقاله بتاعتك والمقاله بالفعل تتصدر محركات البحث على جوجل، هنا بقى السر بقى.
بتعمل ايه؟ بتروح مثلا عندك على الكلمة الرئيسية، بتروح تضغط عليها ضغطة كده وتقول له هنا ده عنوان اتنين. وكذلك برضو لما تيجي تروح عندك على العنوان الرئيسي ده، ده عنوان اسمه عنوان رئيسي، قول له هنا ده اتنين. طب العنوان الرئيسي مشتق منه عنوان فرعية، يبقى انت بتروح عندك على كلمة توليد الخطوات التفصيلية، تمام، قول له هنا عنوان ثلاثة. هتنزل تحت كده شوية هتلاقي مثلا في عنوان تاني رئيسي انت اللي بتكتبه، يعني مش بكتبه بمزاجي، بتضغط عندك عليه بقى عنوان ثلاثة. طبعا بتشرح بقى كل الكلام ده، وممكن تعمل مثلا حبة نقاط كده هنا، تقدر تستخدم اي منصات تانية غير شات جي بي تي. هتنزل تحت كده شوية اقول لك انا تحويل الصورة بالذكاء الاصطناعي مجانا باستخدام شات جي بي تي، قول له هنا ده عنوان رقم اتنين برضو. تمام، يبقى ده عنوان اتنين اللي هو الرئيسي، ما تعملش عنوان واحد. عنوان واحد اصلا اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو ده اسمه عنوان واحد، فخليك في عنوان اتنين. طبعا تجهيز الصورة ده عنوان ثلاثة. وبرضو كمان تقوم انت عامل مثلا حاجات زي دي كده ماشي، يعني مثلا ممكن نعمل دي نقاط، وتخلي مثلا استخدام بريموت شات جي بي تي تخلي ده عنوان ثلاثة، برضو تعمل ده نقاط، تمام، وتروح هنا تقول له ده الاستخدامات والأفكار الإبداعية هتخلي ده عنوان ثلاثة. يعني دول مشتقين من عنوان رئيسي واحد، يعني عنوان فرع عنوان فرع عنوان فرع مشتق من عنوان الرئيسي ده. طبعا هنا بيقول لي الاختيار نتائج افضل، ما تسيبش اي سبيس خالص، فانت حاول تشيل السبيس ده علشان ما يعملكش اي مشاكل في المقاله بتاعتك. طبعا خلصت بقى كل المقاله دي، بتروح عندك تعمل كنترول اي وبعدين كوبي او نسخ، تمام، وتروح عندك على المنصه زي ما انت شايف كده، انت بس نعمل انتر، اضغط انتر كده، يعني في ما تجيبش من اول السطر، لا اضغط انتر وقول له هنا كنترول في او لصق. طبعا انت عاوز تخلي مثلا الكلام بالشكل ده كده، ويفضل انك تخليه يبدا من اليمين ما تخلوش في نص الصفحه، فانت كده انت ماشي صح. ممكن تروح عندك تعمل كنترول اي وبعد كده بتروح عندك على العلامه دي قول له مثلا الخط يبقى متوسط بحيث ان الناس تشوفه شويه، تمام. طبعا لو في اي حاجه ناقصه، يعني مثلا كتابه الوصف التفصيلي انا مثلا نسيت دي، ممكن اخليها دي فقره، ده عنوان مثلا، عنوان اخلي ده عنوان، لا او اخليه عنوان فرعي عفوا، عشان هيبقى فرعي من ده، يعني ده العنوان الرئيسي وده فرعي وده فرعي. هتخلي مثلا الكلام ده عاوز بقى تعمل تنسيق بقى وتعمل نقاط مثلا زي ما انت شايف كده، دي حاجه بترجع لك انت، وظبط في المقاله بتاعتك بدون اي مشاكل، انت بتكتب مقاله عادي جدا. طيب هنا بقى علشان تبدا المقاله الناس تنجذب لها بتعمل ايه؟ بتحط صوره فوق هنا، الصوره دي بتتكلم عن استوديو جابلي، ما ترفعش مثلا صوره تانيه من موقع تاني وفي الاخر تقول انا مش بتقابل في جوجل ادسنز ليه؟ فانت الصورة اللي انت هترفعها المهم تتكلم عن المقالة بتاعتك. حاول انك تجيب صور بدون حقوق طبع ونشر. ازاي بقى؟ هتلاقي في موقع كتير زي بيكسلز، او ممكن انت مثلا لما تيجي تعمل صورة او فيديو انت اللي تعملها، حاول انك تعدلها وترفعها عندك على المدونة. فانت كل عليك بتضغط ضغطة هنا، وبعد كده بتروح عندك على علامة الصورة دي وقول له تحميل من جهاز كمبيوتر، اعمل كلوز هنا كده، نضغط عليها تاني، ماشي، تحميل من جهاز كمبيوتر للسماح بملفات تعليق، اقول له الاو هنا، ماشي مفيش مشاكل، هتقول له انا تصفح، وبعد كده بتروح عندك على الصوره اللي انت عاوز ترفعها. مثلا انا هرفع صوره زي دي كده، وبعد كده بتنتظر شويه لحد ما يتم انتهاء الصوره او رفع الصوره، وبشكل تلقائي هتلاقيها اترفعت معاك هنا. طبعا تقدر تعدل فيها، مثلا تقصر حجمها شويه، تكبر حجمها شويه زي ما انت شايف، براحتك خالص، اعمل اللي انت عايزه في الصورة دي، المقالة بتاعتك وانت اللي كاتبها. طيب كده خلاص بقى خلصنا كتابة المقالة بتاعتنا، فانت كل عليك بس بتروح عندك على كلمة رابط ثابت، خليه رابط ثابت مخصص، ويفضل انك تحط فيه الكلمة المفتاحية اللي هي استوديو جابلي اللي هو اصل المقالة اصلا، تمام، هتخليها بالشكل ده كده بحيث ان ايه الكلام ده يتغير، او الرابط ده يبقى ما يبقاش طويل كده، يختصر في كلمة استوديو جابلي زي ما انت شايف قدامك كده، تمام. انزل تحت عندك على الوصف، الوصف بقى دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. انت بتطلع فوق هتاخد العنوان وتقوم انت رايح ضايفه هنا في الاول خالص، خلي بالك من النقطة دي، نمسح كل ده مثلا اهو وتضيفه في الاول، وبعد كده بتاخد نفس الكلام ده هتقوم انت عامله نسخ، تمام، وبعد كده تقوم انت رايح عنده في الوصف هنا ضايفه. ممكن مثلا تشيل بعض الكلام ده كده، بس المهم تجيب الكلمة المفتاحية في الأول خالص في الوصف. طب ليه الكلام ده؟ علشان لما تيجي تكتب أي حاجة بيظهر هنا، يعني ده اسمه الوصف، ده الوصف، وده الوصف،
هيتكتب هنا، هيظهر معاك هنا، تمام؟ وبعد كده بقى انت خلاص خلصت، بتروح عندك على التصنيفات، ممكن مثلا تحط التصنيف مثلا ده الذكاء الاصطناعي، تمام؟ بالشكل ده كده. انت تحط التصنيف مرة واحدة وهيتكرر معاك كذا مرة في كذا مقالة، خلي بالك، فانت هتكتب التصنيف مرة واحدة بس. خلصت، اضغط عندك على كلمة نشر وبعد كده تأكيد. زي ما انت شايف انا كتبت اكتر مقالة عن مثلا تحويل الصورة لاستوديو جابلي، الربح من الانترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي، مهارات يقدمها لك الذكاء الاصطناعي، تحويل الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، افضل مواقع الذكاء الاصطناعي تقدما وتطورا، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، افضل برامج الذكاء الاصطناعي المجانية. خلي بالك كل دي مقالات انا كتبتها، على الاقل خالص حاول تكتب 15 مقالة ل 25 مقالة، علشان ان شاء الله الفيديو اللي جاي هعلمك ازاي تقدر تقرشف كل المقالات دي على محرك بحث جوجل، ودي اهم خطوة انت لازم تعملها بعد ما تيجي تكتب المقالات. يعني ما تقرشفش المدونة وبعد كده تروح تكتب المقالات، لا، اكتب مقالاتك الاول وبعد ما تيجي تخلص خالص ابدأ بقى ارشف المقالات بتاعتك او المدونة بتاعتك على محرك بحث جوجل، علشان تضمن وصول اكبر عدد ممكن من المقالات عندك في المدونة بتاعتك او في محرك بحث جوجل. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على طريقة ارشفة المقالات دي من خلال ادوات مشرف المواقع. شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جاية، مع السلامة.